هو الأديب، هو الشجاع، هو البطل، هو العالم، هو العبقري، هو الوفي، هو الكريم، هو إلى آخره. ومن هنا نلاحظ ابن أبي الحديد أو غيره من الأدباء عندما يمرون بذات هذا الرجل يقفون خاشعين أمامها. ولعل الصفي الحلي رحمة الله عليه يقول: لجمعت في صفاتك الأضداد، وبهذا عزت لك الأنداد، خلق يخجل النشيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط، وما حاز مثلهن العباد. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وليد الكعبة، يعني من ولادته حتى ختام حياته 63 سنة، 10 سنين قبل البعثة و13 سنة قضاها مع النبي بمكة. ولما هاجر النبي شكد كان عمره؟ كان عمره آنذاك 13 عام أو 15 عام على روايتين. المهم طلع بالضعينة، العفو 23 عام أو 21 عام، خرج بضعينة النبي وهو بهذا السن المبكر، خرج بضعينة النبي. وهي ميزة فرد بها علي بن أبي طالب، لأن اللي هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا فرادا، الوحيد اللي هاجر وطلع بضعينة الإمام علي. من كان يقدر يطلع بضعينة ووحده ما يقدر يخلص؟ لو بيخرج ضعينة، فعلا خرج بالضعينة وتحدى كبرياء قريش. هو إذن الأوليات بالنسبة إلى أول القوم إسلاما، أول وليد ولد بالكعبة، نعم، أول صبي يقابل كبرياء قريش، هالأوليات هاي، أول مهاجر يهاجر بضعينة، أول إنسان تتجمع له كل هذه الخصال. هذا قدامك التاريخ، استقرئ. مثل ما قلت لك، واحد ينفرد بشجاعة، واحد ينفرد ببلاغة، واحد ينفرد بأدب، واحد ينفرد بعلم، لكن هذا الرجل لا يمكن أن تترك فضيلة من الفضائل هي غير مجتمعة فيه. ما تركت فضيلة لم تجتمع عند هذا الرجل، ولكن بقدر ما حمل علي ابن أبي طالب من الفضائل، بقدر ما أعطاه الله من هذه المناقب، ابتلاه الله بحسد بقدرها. غريب والله أخي، لما تمر بالتاريخ تشوف موقف التاريخ من هذا الرجل، عجيب غريب. يعني إذا مر بعلي ابن أبي طالب أشوف خلي عنك، ما لازم علي ابن طالب حتى بالنسبة إلى قاتله. الغريب هذا أحد العلماء ابن التركماني هذا يقول أن قتلت علي ابن أبي طالب دولة، هذا عبد الرحمن بن مرجع وجماعته، دولة ناس مجتهدين، والمجتهد إذا أخطأ إلى أجر واحد، وإذا أصاب إلى أجرين في قتل علي بن أبي طالب. لكن قتلت عثمان، لا دولة سفلة، يقول دولة مع العلم عثمان قتلوا الصحابة، المصيبة هاي. يعني فتحت شيء، يعني يا أخي هذا الرجل غريب، يعني هذا الرجل انصب عليه الحقد بشكل، لكن أكد لك هو قدها. الواقع هذا هذا نجاك خوف التيه أنك بيرق، ورعاك خوف الموج أنك زورق. الزورق ما يغرق، والبيرق لا يضيع. هذا الرجل بقدر من صب عليه من الحقد ومن الحسد رأيناه يتألق، كلما شتموه كأنما يأخذون بضبعه فيرفعونه إلى السماء. لكن أكد لك دفع بذلك ثمنا غاليا. الثمن الغالي أن عاش في مجتمع جرعه الغصص هنا. ولذلك قد تستغرب ليش يطلع الإمام علي عليه السلام يطلع إلى الجبانة، يوقف على المقبرة، ينكت الأرض بإصبعه، نعم، يجلس يقول: وبالصدر لبانات، إذا ضاق لها صدري، نكت الأرض بالكف وأبديت لها شري. شم طلع إلى التراب؟ أنا أقول لك ما ظل عند أحد، يعني ما أحباء راحوا،
هاي المشكلة. ما ظل يعني ظل يعيش بغربة، وهذا الإنسان اللي يرحون أحبائه ويرحون أقرانه تتحول الحياة في عينه إلى جحيم. فعلا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوقف يصيح: أين ابن التيهان؟ أين أويش؟ أين فلان؟ أين فلان؟ أصحابه دول اللي كان يأنس بيهم، ماكو أحد يطلع يرجع إلى الصحراء ينكت الأرض بأنامله، ويرجع وقد غلب عليه، حتى وصل الأمر إلى أن يصيح: ربي لقد مللتهم وملوني.